أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الإخوة والأخوات، وعنوان هذه الكلمة القصيرة المتواضعة: لماذا وبماذا ننصر فلسطين؟ معشر الإخوة والأخوات، طيلة الأيام الماضية، وهو يحدث في فلسطين ما يحدث، كنا في الحقيقة في صدمة، وكنا في حيرة، ولا ندري ماذا نقدم ولا ماذا نؤخر. وكنا نطرح مع أنفسنا أسئلة من مثل: هل نتحدث عن هذا الموضوع؟ وما جدوى حديثنا عنه؟ فاقتنع الكثيرون منا بعد ذلك إلى أنه يجب أن نتحدث. والذي ساعدنا على اقتحام هذا الكلام في هذا الموضوع، وأن جلالة الملك حفظه الله يجعل القضية الفلسطينية في مستوى قضيتنا الوطنية، قضية الصحراء. ولذلك لا يجوز السكوت عن أمر كهذا. والسؤال الأول هو: لماذا نتحدث عن فلسطين؟ نتحدث عنها أولا لأن أبناءها هم مسلمون مثلنا، والمسلم أخو المسلم، والمسلمون كما ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف: تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصاب المسلمون بأذى كبير ونحن نقف من ذلك موقف المتفرج. وإخوتنا كما نصدم بذلك صباح مساء، يذبح أبناؤهم ونساؤهم، ويقتل شيوخهم، وتمحى وتدمر ممتلكاتهم. ذلك يفرض علينا أن نتكلم وأن نتحدث وأن نصرخ لنقول: اللهم إن هذا منكر. السبب الثاني أن في الحديث عن ذلك نصرة للمظلوم، فالإخوة مظلومون بكل ما في الكلمة من معنى. إنهم يدافعون عن أرضهم، يدافعون عن أعراضهم، يدافعون عن ممتلكاتهم، ولم يظلموا أحدا. إنهم ظلموا وما ظلموا. ونصرة المظلوم هو من باب المروءة، والرسول عليه الصلاة والسلام في شبابه حضر حلفا، هو حلف الفضول، الذي كان من أجل نصرة المظلوم. عندما يظلم أي إنسان
فلا بد لك من أن تستنكر. وعندما يظلم أخوك فمن أوجب الواجبات أن تستنكر. السبب الثالث أن الغرب أصبح ملة واحدة ضد إخوتنا المجاهدين، وبالمقابل يجب أن يصبح المسلمون أيضا ملة واحدة وأمة واحدة في مقابل ذلك على الأقل، وهم أهل الحق، فلماذا يسكتون؟ لماذا لا يساندون؟ لماذا لا يشاركون؟ السبب الرابع، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: والله لا يستحي من الحق. ومن أحق الحق أن الفلسطينيين يجب أن ينالوا حقهم، ويجب أن يعودوا إلى ديارهم، ويجب أن يحرروا أراضيهم. النقطة الثانية، بماذا ننصر إخواننا؟ أركز فقط على بعض النقاط حرصا على الوقت. أول ما يجب علينا في هذا المجال هو نصرة إخواننا بالدعاء، والدعاء هو سلاح المؤمن، والدعاء سلاح فتاك. هو إن شاء الله عندما ينطلق من قلب حي مؤمن متحرق فهو أمضى وأقوى من مدافعهم وطائراتهم وقنابلهم. ولذلك يجب أن لا نحتقر أن الواحد منا في سجوده بعد صلاته عند الأذان في الثلث الأخير من الليل في الأوقات الأخرى، وهذه هي حالة الطوارئ، ترفع أكف الضراعة إلى الله تعالى في أي وقت وفي أي حين وفي كل ساعة وفي كل دقيقة، أن يكشف الله سبحانه وتعالى عن إخوتنا ما بهم. وهذه مسألة أساسية، لو نزعت من أيدينا كل الوسائل لبقيت هذه في إطار علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، الذي إذا سئل أعطى وإذا دعي استجاب. فأكثروا من رفع أكفكم إلى الله سبحانه وتعالى أن يمحو الظلم ويهلك الظالمين وينصر المستضعفين. ثانيا، ضرورة الحديث عن هذه القضية، يجب أن يتحدث الجميع، وعلى رأس من يجب أن يتحدث العلماء والفقهاء والوعاظ والخطباء وكافة القيمين الدينيين والناس الذين علمهم الله شيئا يمكن أن يقولوه ويفيدوا به في هذا المجال. لماذا هذا الصمت؟ يخاف الناس من إحداث شيء أو فتنة ما؟ نحن لا ندعو إلى ذلك. حذاري من التهيج، وحذاري من الهيجان العاطفي الذي لا يقدم ولا يؤخر. يجب أن يتحدث الإنسان بعقله إلى جانب عاطفته سواء بسواء، وأن يستعمل سلاح العقل وسلاح الإقناع
وسلاح دفع الناس إلى أن يفهموا عنه بدل الصراخ الذي يذهب أدراج الرياح ولا يخلف أثرا. المسألة الثالثة أن كلامنا يجب أن ينصب على تصحيح المفاهيم والمواقف، فكثير من الناس لم يفهم من هذه القضية شيئا، ولا سيما أن قصفات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بالليل وبالنهار وفي الصباح والمساء قد جعلت الإنسان كما ذكرت في البداية يقع في صدمة ويقع في حيرة، فلا يكاد يدري ما يقدم ولا ما يؤخر، وبالتالي لا بد من إعادة الأمور إلى نصابها، تصحيح المفاهيم، توضيح المواقف، ضرورة الإقناع ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وإلى حديث آخر إن شاء الله، أسأل الله عز وجل من كل قلبي أن ينصر عباده المؤمنين المستضعفين، اللهم سدد رميتهم واحقن دماءهم وتقبل عندك شهداءهم وداوي جرحاهم ومعطوبيهم وارزقهم اللطف ثم اللطف ثم اللطف يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.